يا هلا، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من فقرة بدون تحيز. الليلة الساعة 1:30 خلف الحلقة الأخيرة من اليوم، حلقة بـ يعني مسلسل مو حلقة. برايم يعني، ولا حتى عادل هيف. نشكر خلف على ما قدم الأسابيع اللي طافت، علما انه باقي اسبوع، باقي حلقه. اليوم ختمها لكن بطريقه مختلفه. طيب خلف، كان سويتها من البدايه هذه؟ انت الاسابيع اللي فاتت حلقاتك كلها يعني رسميه الوضع، اليوم في اخر حلقه يعني تغير الوضع. لكن لا تعليق للامانه، تاخير. وهذا الكلام اوجه للاداره والاعداد. وش سبب التأخير المبالغ فيه؟ مفترض نبدأ 12، الآن 1:30. لو أنا وأبو عبد الله مشينا مالنا لايم، لأن في التزام في وقت. إذا ما كان فيه التزام أنا يحق لي أني أمشي ما أكمل الحلقة. لكن عشان الجمهور غالي علينا جدا، ووجودنا، لأن الجمهور يستاهل وفيه أشياء كثيرة للمتسابقين لازم نتكلم عنها. خلوني أرحب أخوي الكبير الغالي جدا على قلبي دائما وابدا، استاذ ولا زال استاذ، ابو عبد الله. صبحك الله بالخير. صباح النور ابداح، صباح النور عليك عزيز وغالي واخ ومحزم دائم، وصباح النور على الجمهور الصابر المحتسب الصامد اللي لا زال يعني يثبت ولاءه وحبه لهذا الكيان. يعني متسابقين نصبحهم بالخير، صباح خص نص طاير حاير يخص هباس بن فرج على دخوليته أمس. أما موضوع خلف وتأخير خلف فأنا لا تعليق، لكن نقول معي الرجال يعني أولا وأخيرا، يعني عشان نكون الحين الرجال جاي يفزع، هو فزع ما هو يعني رجال، أنا خاصة بيفزع معكم. والآن يقول أنا ما عاد أقدر أكمل، عندي ظرف، عندي عمل، عندي كذا، عشان كذا ختم بدري. ولا المعروف إن حنا زي ما قال سالم انه بيمدد البرنامج اليوم 99، ويعني باقي اقل شيء فيها 3 اسابيع، لكن قال انا ما اقدر استحمل، او طاقتي او شغفي او عندي التزام. ايا كان مالك باب على خلف، مالك ليش باب. ما يعيش التحدي؟ مو تحدي، شوف تحدي. انا لما يعني اتعاقد معك بمقابل مالي انه اخر الشهر يجيك كذا، فانت الان ملزم انك تحدي، لكن انت جاي جماله وتطلع بدون ما تكمل، انت صاحب القول الاعلى، صعب تتحكم فيه يعني. هي صعب تتحكم فيه، فخلف لحق والله يوفقه ان شاء الله. امس كانت دخوليه هباس جميله، ودنا نعرج عليها زي ما قلت لك. المهنيه عندنا في القناه تصيح في الزاويه هناك. طيب نستعرض شباب، اذا كانت احصائيه اليوم موجوده نستعرضها، وبعد ابرز العناوين. عز الفقرات 6 اشيلات، 4 القصائد، 0 ولا قصيدة. ما ادري شعار نايمين سوالف، 21 سالفة ما فيها ولا قصيدة. تقييم اليوم 40%. نجم اليوم محمد مناحي، يستاهل محمد. طيب ابرز العناوين يا شباب، اذا ابرز العناوين جاهزة خلنا نستعرضها. واليوم لضيق الوقت نبي نعرج عليها بشكل سريع، انا ابو عبد الله. نستعرض ابرز العناوين. من المسؤول عن فوضى المطبخ؟ في سكريبت 2 تكثر الأقنعة بين المتسابقين. الجوال موجود إلى نهاية البرنامج. طبعا الجوال لا حياة له من تنادي. يعني أشكر الإعداد على اهتمامهم في النقطة هذه، ولكن عرجنا عليه أكثر من 4 إلى 5 مرات، ولكن خلاص إذا باقي 10 أيام أو 15 يوم ينتهي البرنامج وما لقينا حل، ما في حل. شوف موضوع الجوال، حتى المعدين معي، في معدين كانوا يشاركون تواصلوا مع ابداح، وفي معدين معي موجودين. تركي العتيبي الله يعطيه العافيه، من يوم بدينا البرنامج وهو موجود معد، يرسل محاوره ويرسل. فانا من هذا اقول لك تركي، شكرا على ما قدمت، بيض الله وجهك. انا من اليوم اعفيك، ما عاد انا مكلفك بشيء، ولا عاد تقدم محاوره، عاد تقدم شيء، لانه لا حياة لمن تنادي بأمانة. يعني تركي أنا أعفيك، تسمعني الآن، إذا حبيت تستمر بكيفك، ما حبيت تستمر فأنت شكرا لك اللي قدمته، والمعدين اللي معنا
موجودين يكفون نعم. يعني فتركي انا اعفيك من الموضوع هذا. اما موضوع الجوال، موضوع الجوال ما اتوقع انه كلام فيه ما احنا مستفيدين منه. يعني فات القطار خلاص، فات القطار، واذا كان ما فيه يعني ردع ولا فيه عقوبه ما تقدر تصلح شيء اصلا. اصلا من يعطيهم الجوال؟ انا اتكلم الجوال اصلا، الجوال في الاداره، وين الرقابه؟ وين فهمت علي؟ اللي يخلي الاداره تعطيهم الجوال. ليش ما حصلت مشكله الجوال هذه قبل في برامج سابقه؟ ليش ما حصلت في البرنامج هذا؟ هنا اجي اقول لك المهنيه تصيح بزاويه. طيب رجال، احنا عندنا مشكله. شوف خلينا نتكلم عندنا فريق السوشيال ميديا تمام. انا ما ترى ما عاد اشتري خط طرقكم. انت تزعلون وتزعلون، انتم من ايام جنتل وانتم مشخصنينها معي. لا جد والله. لا عندك فريق السوشيال ميديا. تخيل الان لنا كم احنا اليوم؟ 83 تمام. 83 قل من يوم 30، يعني عندك 53 يوم مقاطع علي الموجودة، الكلام اللي أنا أقوله واللي أنا أتكلم فيه واللي ذا كله ما فيه ولا مقطع. مشخصينها معي بشكل يعني أوكي بسلامتك، مشخصينها معي مشكلتك مو مشكلتي أنا، بس أنا مشكلتي إنه فقرة أنا أبغاها تنجح. إذا أنت ما أنت مقطع مقاطع للفقرة، تطلع لي كل يوم 3-4 مقاطع عشانك والله ما أنت يا أنا ما شريت حبك ولا أبغاك تحبني ولا أبغاك تصير بيني وبينك، لكن اشتغل للمهنية، اشتغل للبرنامج، قطعوا مقاطع يا اخي للبرنامج. لا تقطع مقاطع عشان علي، قطع مقاطع عشان الفقره، عشان تمشي الفقره. لكن انك تشخصنها مع ناقد، تبدا ما تجيب الكلام اللي يقوله عشان والله انا مشخصنها مع، لا هذا 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 المهنيه مو تصيح، تبكي هناك من تحله في الزاويه. لا وصارت حتى ال ترى الموضوع مو بس عند علي، ترى في كذا مقدم ساير في يعني تكلم في كذا موضوع بجديه. فلاحظت انا في كل فقراته السابقة ما يطلع له مقاطع في اليوتيوب نهائيا، تطلع المتسابقين نهائيا ما تطلع لساير. ما أدري شو السبب. فريق السوشيال ميديا أولا وأخيرا يجب أن يعامل كل شخص ويعطى حقه في البرنامج. إلا هم فانزات، هم فرق دعم. السوشيال ميديا عندنا اكتشفنا حنا أنهم فرق دعم، لأنك تلقاهم أحيانا يغردون بحساباتهم يدعمون المتسابق الفلاني، يدعمون المقدم الفلاني، يدعمون، يقدروا يشبحون الواحد، يهمشون واحد. ما في حيادية يعني. ما في حيادية، مع أن المطلوب منهم الحيادية. أنتم الآن فريق سوشيال ميديا، أنت تهتم لكيان وبرنامج، كيف أنا أنجحه وأحط فيه محتوى. أما والله محتوى علي بروية جيد، أنا ماني حاطه لأني أنا مشخصنة مع علي بروية، مو على كيفك. أنت مؤتمن، أنت قاعد كذا معناها أنت قاعد تخون أمانة، انت قاعد تخون امانه، وهذا ترى مشكله يكال الامر لغير اهله. انك تجيب واحد وكيف تحطه في مكان، ازعلوا ما تزعلون طقوا راسكم بالجدار. لكن عبد الله اليوم زعلان منه والله، لان خلاص انا قلت يمكن اسبوع 10 ايام ممكن تزين الامور، ممكن يتعدلون، ممكن يعني هاي يصير عندهم دم شيء. لا طلعت منها. طيب نجي الموضوع ساير فقره اليوم. احنا اول محور عندنا ساير. نعم. ساير ترى كذا مره يتواصل معي يشتكي من موضوع السوشيال ميديا، فعشان كذا اليوم اضطريت، لانه دق علي قبل شوي يشتكي لي من السوشيال ميديا. لما قلت له سائل ليش ما تاخذ اتصالات؟ قال يا اخي انا ما اقدر اخذ اتصالات لان الصوت عندي الظهر ما هو بواضح. هو فعلا ترى مهندس الصوت اللي الظهر، فهمت علي؟ ما هو بصاحب خبره. اها يعني خلينا نتكلم، خلينا ذا ما احنا متكلمين منه، لكن ما هو بصاحب خبره، فما يعرف يشبك له الصوت ولا يعرف يرفع السماعه ولا يعرف يزبط له الصوت. فهذه مشكله اللي عند سائل في موضوع الاتصالات، وجب ان احنا ننوه عليها. اما موضوع ساير الفعلي اليوم وش اللي حصل، وين الانتاج؟ ساير عنده مشكله، يقول انا لما جيت دخلت الفقره في المطبخ المفروض ابدا 4:30، انا بديت 4:45. ليش؟ يقول لان الاباء كانوا موجودين ما طلعوا من المطبخ الا الساعه 4:30، فعلى ما يجهزون فريق الانتاج وينظف ويجهز المقادير وكذا ما بدينا الا متاخرين، ولا جو المتسابقين الا متاخرين، فخصمت عليهم. وبرضو عرج على نقطه ثانيه يا اخي ساير ذا، قال يا علي انا فقرتي بنقاطها ما لها قيمه. قلت ليش؟ قال يا اخي المتسابق يقول كم باخذ عند ساير؟ 1000 نقطه 2000. انا اروح اجلس عند بدر الحسين نص ساعه وامسك جواله بث واخذ لي 2000 نقطه واروح انام. ليش اروح عند ساير؟ صار مجاهره بشكل واضح يعني. يقولها طقونها بوجهي. قلت يا ساير تمشى الامور. قال انا عندي مشكله الان في فريق الانتاج وفريق السوشيال ميديا والاهتمام المتسابقين، فثلاث نقاط حلوها تطلع الفقره ممتازه. هو صاد ترى اذا المتسابق مو مهتم في فقره، فهمت علي؟ فريق الانتاج ما يجهز له الفقره، كيف بيطلع مقدم في فقرته؟ صح. وخصوصا المتسابقين حتى في اهمالهم في المطبخ الان. المتسابقين مثلا انا حسيت من رغبتهم انهم ما يبون التمديد،
حسب قراءتي للمشهد يقولون قبل شوي عدلوا انه ما يبون التمديد. اذا انت كمتسابق ما تبغى التمديد العشر ايام هذه عط كل اللي عندك، قدم كل اللي عندك، ختم كل اوراقك، ارم كل اوراقك. اما تهمل وتقول له ما ابي تمديد، طيب الحق على نفسك، تغرم على نفسك، ليش انت قاعد تناقض نفسك حاليا؟ يا اخي خل مقدمينا يعني قدوه حسنه لك، يعني ختم زي ما هم يختمون. هو المقدم فقرته مدتها 45 دقيقة إلى ساعة، يقعد في الختام ساعتين ثلاث ساعات، أنت هالعشر أيام هذه استغلها، ختم فيها، عطنا كل مجهودك، فول باور، ادعس البنص لآخر شيء، عطنا ورنا جيدك في العشر أيام هذه الختام، عشان نقول أنك أنت ختمت. يعني صلع مثل المقدمين، هذا اللي أنا أقوله. شوف حتى في إعدادها خلال أسبوع تم تغيير قرعة المطبخ أربع مرات. اليوم الفريقين كلهم دخلوا السجن. يعني ساير هو طقة كبدة، قال يا حبيب ما في فايز ولا في خسران، كلكم تعالوا يلا توكل على الله، فهمت علي؟ فأنا ما لهم ساير في بعض الأشياء اللي تصير سواء من الإعداد أو من المتسابقين. خلوني بروح الدخولية هباس، ما نبي نتعداها، لأن للأمانة دخولية تاريخية في سكريبت اثنين، مختلفة في طابعها، في طريقتها، في تفاصيلها، يعني من البداية حتى النهاية وحنا مبتسمين ونضحك. موهبة بالفطرة، موهبة بالفطرة فعلا، ملك مسرح، ملك الكوميديا، ملك. شكرا هباس. احنا الدخوليات هذه اعتدنا على دخوليات بروتين معين، الدخولية اللي شفناها نقول شكرا، انت رجل تستحق الكثير عن غيرك. نشاهد احنا وياكم دخولية هباس ونرجع نعلق عليها وناخذ رأي ابو عبد الله فيها. نورت قريتك السكريبتية طال عمرك. فضحتونا وش فيه؟ يا الله يا عبد الله، نشكره يا رب. وش التسيب ذا؟ أمس قلت في كاركترات تسوونها صح؟ إلا لله وإلا تراجع. الحين بعطيكم خمس دقايق. طيب سوالف نابر ياله. لازم تبت في الموضوع يا شيخ أبو فهد. لا أبت زلفك ذا. حاضر طال عمرك. وشو طال عمرك؟ حاضر عسى ما يكسر عمرك. طبعا هذا جزء بسيط من دخولية هباس، احنا ما نقدر نجيبها بشكل كامل، لكن دخولية طويلة كلها من بدايتها حتى نهايتها ما تملها. شكرا فريق الإعداد على المقطع. ابو عبد الله، هباس مثل ما نشوف الأسطورة هباس، يعني دخولية مختلفة في كل تفاصيلها، تعليقك على المشهد. هباس بصراحة أمس تجلى. هباس دخل كممثل، أمس شفنا هباس الممثل، شفنا ستاند أب كوميدي لايف على يعني مستوى عالي وطراز عالي جدا جدا. هباس أمس كان سيد المشهد، ملك الإفيهات، ملك الذبات. أمس هباس ما خلى واحد إلا ذب عليه، يعني صدقني ذبات هباس أمس تبي تبتل في كل برامج الواقع، ولا حصل في برامج الواقع مثل دخولية هباس أمس. شوف أنا أتكلم من جانب كوميدي، يعني معنا أبرز دخوليتين كانت كوميدية وتهتم في موضوع الكاركترات، كانت دخولية رشيد طاحوس على الددسن وعليا اللبدان على السيسي مع عبد العزيز المغيري. هذه كانت دخوليات مميزة، كنا نقول والله الشباب أعطونا فيها، لكن أمس هباس جاء ونقل موضوع الكوميديا لجانب آخر. يعني أمس هباس تجلى. إذا كان ما في مال هباس إلا دخولية أمس في برامج الواقع، أنا أشوف أنها كفت هباس. في ترى أبو عبد الله فيها اختلاف، يعني أنت قلت رشيد عبد العزيز ممكن هذول كوميديا سوشيال ميديا، هباس كوميدي مسرح. نعم، يعني الإفيهات اللي قاعد يعطيها والذبات اللي قاعد يقولها لو في مسرحية بيتجلى فيها بشكل
كبير لسرعة بديهة وقتي تحضير وقتي ضبط. عنده ضبط لغة الجسد يعني أنا أذكر الشباب كان لما يذبون ذبة ويضحكون أخوياهم ينبخون من الضحك معهم هباس أمس موتهم كلهم سدح على 14 أو هم كم عندك 16 نقص منهم 4 يصير 12 سدح على 11 لأن عقاب أمس ما حضر إيه؟ الآن ما ندري وين عقاب فيه فهمت علي سدح على 11 كلهم ضحك وهو ما ضحك ينبخون عنده ضحك وهو قاعد صامل الرجل ف نشوف ترى حتى اختياره للذبح متراكم على المتسابقين بالضبط فيعني شيء انا البارح كنت اتابع وانا مندهله حباس وينها عن الشيء هذا من قبل هل هو كان ينتظر الدخوليه هذه هل هو محتفظ فيها لوقت ثاني يعني لو الشخصية هذه في الذبات وفي الإفيهات اللي قاعدة تصير هذه من بداية البرنامج ممكن نشوف حباس مختلف ما يقدر ليش ما يقدر البرنامج. لأن فيهم طامر في تقطيع كاميرات في تخريب جلسات ترى حصل من حباس كذا يعني مشهد زي كذا وعطى فيه رياكشن حلو لما قاعد يطقطق على عيفان ومحمد مناحي ايه في الجلسة تمام عطى حباس يجي منه لكن مشكلته كل ما استوى لأن شوف الكوميديا رجل الكوميديا يحتاج يعني جلسة جاهزة لنذب فيها متقبلين اللي معه كل اللي عنده بروحهم حلوة فهمت علي نفس الجو العام يكون حلو عشان يبدأ لأنها أنت قاعد الآن خلنا أقولك طقطق على واحد وتبغاه يضحك فهمت تخيل بجي طقطق على عيفان وهو زعلان ولا على عبد الرحمن خشمان هو قاعد يكتب ما تجي ما في تراك فهمت علي فلا بد يكون في يعني في موازنه بالامر فامس كانت مواتيه وفي كذا مره لما تكون مواتيه كان يبدع يعني مره هو وحاتم كانوا على السطح عطوا ذبات حلوه مره كان مع ريان ايضا على السطح عطوا ذبات حلوه له 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 مشاهد لكن نجي هنا نقول انا ما اهمش حباس طول البرنامج العتب يرجع برضو على السوشيال ميديا فهمت علي في التسويق لشيء ذا يعني. في التسويق واختصاص المقاطع يعني لا غريبه اذا كان حباس ما طلعت له مقاطع وهذا امس حضوره فمعناته لو ندور في 83 ولا 82 ولا 81 يوم الماضي اذا بنلقى له حضور زي كذا لكن نجي نقول القصور من السوشيال ميديا القصور من السوشيال ميديا اللي ما ابرزوا نجومهم ريان يا اخي ترى ممثل بطل ما ابرزوا له شيء نعم ريان كان يمقلبنا احنا في النقد يعني كان يمقلبنا احنا في النقد كان يمثل انه تهاوش وتجي هوش وبنها نلقاها فيلم فهم نلقاها فبر طيب وين السوشيال ميديا ما يتابع هذا الموضوع ويربطه يقول شوفوا ريان ترى هنا اتفق معه حتى لك تقول المعدين اقول طلعوا لي اتفاق ريان لا بد انه اتفق لا بد انه غمز الخويه على الهواء لا بد انه ضحك معه وجاء مثل علينا متهاوش هنا دور السوشيال ميديا فيه هنا دور السوشيال ميديا انه فريق المفروض انه هذا فريق السوشيال ميديا هو فريق تايم كود ايش معنى تايم كود فريق سوشيال ميديا يتابع بالثواني والدقائق يرصد لك يقول لك في الدقيقه الفلانيه صار هوشه بين حباس وريان في الدقيقه الفلانيه حباس لانه هو متابع هناك هوشه حباس ضحك مع ريان شكله فيلم يكتب فهمت علي هذا دور التايم كود هو سوشيال ميديا يقصص مقاطع ويكتب احداث يعني كانه يفرغ البث المباشر ذا باوراق فنجي احنا نقرا احنا في الجروبات تعال والله هذا تعليق طبعا فاهم كود غايب لانه السوشيال ميديا ما عندهم مهاره المهنيه تبتسي هناك فاهم فالمفروض انه في جروب التايم كود فهمت علي فريق السوشيال ميديا يطرحون الشيء هذا فالنقاد يطلعون عليه او الاعداد يطلع عليه فيفرغه في محاور معينه هذا اللي كنا نصلحه احنا في برامج ماضيه لكن المهنيه هناك طيب بعلق على النقطه هذه السوشيال ميديا الان السوشيال ميديا شغال يعني بنسبه 99% على اليوتيوب حلو الآن فيه منصات توصل للجمهور بشكل أوسع وأكبر اللي مثلا خلينا نتكلم منصة تيك توك الآن ليش ما يكون فيه اختصاص المقاطع الدخوليات بعض المواقف المضحكة إلى غيرها بعض المواقف اللي فيها عاطفة بعض المواقف اللي فيها شد وجذب وتنزل في التيك توك وتنتشر انتشار كبير بحيث أن حساب القناة بيكون متابع فلما تنزل فيها تنتشر بشكل أكبر ممكن أنت اليومين هذه أسلط الضوء مثلا على هباس اليومين اللي بعدها سلط الضوء على ريان هذا ممكن في مثلا نواف منصور يحتاج اني ابرز عنده بعض الاشياء اللي ممكن هي ما طلعت للجمهور هنا الشغل ليش ما استغلوا التيك توك ليش مركزين على اليوتيوب هذه الاداره لما اقول لك الامر لما يوكل غيره له مشكله شوف هي قناعات
يجيك واحد مثلا يبي يسوي له تجربه فهمت علي؟ انا اجرب ان الشورت في اليوتيوب انجح من التيك توك. لا مو بشرط فهمت علي؟ احنا اصحاب خبره وناس قبلك عندهم خبره قالوا لك انه اشتغل على التيك توك، تعال المنشدين حطهم في التيك توك، الرياكشنات حطها في الشورت فهمت علي؟ القصائد خلها في اليوتيوب، الاحداث حطها في تويتر. هي خبره على مدى برامج لما اطرحها المفروض انها تحترم، لكن تجي تقول لا لا انا عندي وجهه نظر اني انا ابغى احط الشورت شيلات، ما تمشي يا حبيبي، ما تمشي. هي الان الشيلات انتشرت في التيك توك عشان يحطون عليها ثنائيه اللي هو دويتو. ايه فما تجي انت تغير قالب برنامج وخوارزميه برنامج معروف فيه الشيء هذا على مزاجك. فهي تجي موضوع اداره اصحاب الخبره، فيها تضحيه او مخاطره انك تبي تغير خاطر ممكن برنامج عشان اشوف هل الجانب هذا ينجح او لا. هذا قصدي من المخاطره هذه من ايام جنتل، احنا نقول ترى دربكم عوج ما انتم على سنع، المفروض انهم تعلموا بس ما عاد تعلم. رساله الاعداد السوشيال ميديا. طيب انا بيتجهزون لي ريان في الكوفيش الروم، نحتاج ريان في الكوفيش الروم على بال ما نتكلم عن فقره لحظه لقاء. شفنا ردة فعل من الجمهور كبيرة في أن كل الضيوف اللي جو واجهوا أهلهم ما عدا نواف المنصور. الإشكالية أن في بعض المتسابقين حصل لهم استثناءات من ناحية الإدارة أو من ناحية جبر في أنه قال بمناسبة اليوم الوطني، ويعني شفنا عيفان والموضوع اللي صار مع عيفان وكان بقرار من الإدارة. طيب إيش ذنب نواف المنصور لما أنا في متسابق تتدخل فيه الإدارة وتسمح أنه يقابل أهله؟ نواف منصور كذلك لحق يا أخي، أنت الآن كسرت في خاطر نواف أنه ما قابل أهله على حساب آخر. تعليقك على الموضوع هذا أبو عبد الله، وليش يعني موقف نواف منصور حاليا؟ طيب شوف، أول شيء جبر على مهنية عالية في الإعلام، رجل إعلامي وعنده مهنية عالية، جبر رجل يتعامل بمهنيه واحتراف. جاء الله يمسيكم بالخير، هذا ما شفناه في 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 حلقه عيفان. إيه؟ ان التزم في امر لكن الامر جاء من الاداره. إيه؟ فجبر الله يعطيه العافيه قال انا يا جماعه وش بتسلموني؟ قالوا بسلمك فقره لقاء انت بتقدم حق الاهالي. قال خلاص خطوطكم الحمراء، اعطوني القواعد وال يعني الاشياء المحظوره والاشياء المسموحه وقواعدكم واليه البرنامج اللي انتم راسمينها اعطوني اياها. اعطوه اياه قال خلاص الاليه هذه مناسبه لي، الاليه هذه بعيد فيها، الاليه هذه تمام انتهينا. رجاء الاداره ما تتدخل في شغلي، انا ما راح اتعدى الخط الاحمر اللي انتم رسمتوه، انا هنا ملعبي، خلوني اطلع الفقره بشكل جميل. اشتغل على الفقره، جاء نواف منصور ضبط الفقره لهم، الامور تمام، يعني توب تمام خلاص. هو الان اشتغل بمهنيه، اعطيتوني قواعد وعاملت المتسابقين كلهم على صعيد واحد، ما عندي محاباه لاحد. لما جاء موضوع عيفان صلح نفس اللي صلح مع نواف منصور. نعم. جاء الاداره وسمحوا ليه؟ ليش تتدخل الاداره في شغل المقدم؟ ليش تطلعون المقدم حتى وان كانت بعفويه، حتى وان كانت من طيب؟ وانا عارف انها من طيب. اي اكيد فهمت علي ابو صالح، ما هو متعمد، لكن ايضا ترى طلع المقدم بغصه. المقدم حتى وان طمرها شيمه وغلا وتقدير، لكن لا زالت بغصه عنده. خلاص انا حطيت خط وسويت الناس ما تعداه، وان تعديته تعداه مره باذن من المقدم، وخلي المقدم هو اللي ياخذ الجماله، هو له اكثر اعتبار المقدم. لكن يعني انا تجاوز المقدم وبعدين اقول انا اعتذر، ما انا ما حبيتها بصراحه، واشوف اللي حصل يعني قتل الفقره وقتل شغف المقدم وقتل روح يعني التقديم، لانه انا ما كيف اشتغل كذا؟ نعم يعني معناته اني انا ما اجل بخليها سلق بيض. اذا انا محتواي المفروض اني اخلي احد يبكي واحد يقابل واحد ما يقابل، هذا حتى بيكون فيها يعني حماس من ناحيه الجمهور المتسابقين يعني من جوانب كثيرة. لكن إذا أنت خلاص أنا عارف أنا كجمهور وكمتسابقين إن هل إذا جوني مقابلهم إذا ما قابلتهم بتوجه للإدارة بيعطوني موافقة،
تمام. هذه علامة استفهام. هذه مشكلة، لكن لا يعني تجي تحمل المقدم مسؤولية وتسلبها منه وتطالبه أنه يؤدي بنفس الروح، ما راح يؤدي. هذا شيء اعتدنا عليه احنا. المقدم لما تسلب صلاحياته الممنوحة له أو يتدخل في عمله يبدأ يعمل بس من باب العمل، خلاص إني أتواجد وبس. نعم. ساير يرسل لي الآن يقول يسألون ليش ما سحبت من التاج، وارسل لي صورة التاج. التاج في مشكلة فعلا من أمس، في مشكلة في التاج، ما أدري شو المشكلة فيه، لكن في مشكلة فعلا في التاج من أمس. الآن حاليا حتى في مشكلة ولا زالت المشكلة لا. الآن وهذه ترجع الموضوع نشوف الإعداد في ما يخص الهاشتاج، لأن حتى عندنا سحب في نهاية الحلقة ما أقدر أسحبه وفيه عطل. ريان جاهز؟ إذا ريان جاهز عطونا ريان بخصوص المحور اللي يخص ريان. في حنا شفنا في وقت الخروج المتسابقين وحتى عودتهم، وهذا الأمر يتعلق حتى يعني في مسألة التمديد، يعني هي على جوانب كثيرة. المتسابقين ما عادوا متحملين بعض خلاص حرفياً، يعني وصلوا لمرحلة يقول لك ما عاد ممكن لو كلمة من علي بالروية يمكن خلاص أتهاوش معه. وهذه لها أسباب. عبد الله، هل المدة الطويلة هذه لها تأثير؟ نقول خلاص يوم 90 وشيل الليلة وقفل. شوف أبو مفلح، عشان بس المشاهد والجمهور يقنع، حنا ما وصلنا في الخبرة هذه مجرد يعني خبط عشواء. حنا وصلناها لله الحمد بواقع تجربة وخبرة وممارسة وفهم ودراسة وتفكير وتفكر في الوضع. حنا نعرف هذه في ناس سابقيننا، حنا ما جينا وبدعنا الشيء هذا، في ناس سابقيننا سواء كانوا في دول برا وناس سابقيننا عندنا هنا، وجينا حنا بدأنا من حيث انتهى الآخرين، ما بدأنا من الصفر. اللي يجي يقول لك أنا بديت من الصفر عرف إنه ما نجح، لكن أنت في ناس سابقينك أنت بتبدأ من حيث انتهى الآخرين. حنا لما قلنا 90 يوم والبرنامج يصل إلى 110 يوم، هذا حدها الأقصى. أنت الآن تتكلم من 9 شوال، 9 ذي القعدة، 9 ذي الحجة، 9 محرم، 9 صفر، حنا الآن داخلين 9 ربيع أول، عندك ربيع ثاني. 6 أشهر برنامج مدته 6 أشهر 180 يوم. أنت وصادق 180 يوم. أنت لو تسافر أنت وأخوك 3 شهور تهاوشتت وياه، وثلاث شهور ثلاث أسابيع، ثلاث أسابيع تتماسكت والحي وهو أخوك، أنت وياها شقة جايبين أجناب عن بعض، إن استحملوا بيستحملون لحدهم الأقصى. دراسة نفسية يا جماعة، 110 يوم، 110 في منافسة، في منافسة، منافسة. هذا يصبر، هذه الطاقة الاستيعابية لفكر الإنسان السوي إنه يصبر 110 يوم. سابقين الناس في هالدراسة هذه، تجي تقدح أنت من راسك. شوف طولت المدة، خلاص قفلها قد ما تقدر، حاول أنك خلاص تقفل الموضوع. لأنه شوف الشباب، ترى حنا لما كنا نقول أن الشباب صدورهم ضايقة ترى شيء ملموس، ما حنا نخترق من بالنا ولا نظلمهم، لا هو ملموس أن أنكروهم ولا ما أنكروه، حنا نشوفه وحنا داخلين وحنا طالعين نشوف نفسياتهم. نشوف الواحد انه على الشاشه يضحك بوجه اخويه تحت البث حتى سلام ما يسلم عليه، يمكن يمره وينتفى بكتفه. فالامور الشباب ترى واصلين حدهم، واصلين حدهم، واصلين حدهم. وتبين اعلمك ليش واصلين حدهم؟ ايه؟ ريان بلوي، صبحك الله بالخير. بالنور والسرور. وشلونك طال عمرك؟ مرحبا عودا حميدا. الله يطول بحياتك حبيبي. اشوفك مبتسم، شكلك انت بالتمديد واضح. تدري ليش مبتسم؟ ايه، لاني اول متسابق يظهر معكم بعد الاجازه. مو والله طيب لك ريان. وش ابي قلت؟ اقول مو بطيب لك والله. لا انت قلت قبله والله ما ادري وش ابي. تبي التمديد؟ اقول انت ليش؟ لا يا رجال، يا سبع شهور، سبع شهور مصالحكم، مصالحكم التمديد. انا اتكلم عن نفسي؟ ايه. لا والله. ليش يا اخوي؟ عندنا اشتجا والتزامات وصارت. وش التزاماتك يا ريان؟ ورانا عرس ورانا. تزوج؟ الحمد لله. اكيد اي، عرسي بعد ان شاء الله اذا الله كتب. ايه، اذا الله حياله عرسي يطيل العمر بعد اسبوعين، يعني خلص 90 ويتزوجون اخويانا وانا منهم وبعدها تزوج. انت مركز على الجائزه؟ تقدر تقول. طيب انا بسالك يا ريان، يا لبيت لبيت من احاج ومن يسمع، من هو أبو وجهين؟ وهذا تراه مرتبط
بأنك تقول ما عاد أبغى البرنامج يباه يخلص على 90 ونمشي الليلة ونمشي. أنت في كذا عديتها المرة الأولى وأنا قاعد أعد قلت لا لا يمكنها مزحة. المرة الثانية المرة الثالثة خلاص أنت قاعد توصل رسالة، قاعد تقول يا جماعة أبو وجهين ما أحبه، أبو وجهين من هو أبو وجهين؟ أبو وجهين أنت تحب أبو وجهين؟ كلنا ما نحب أبو وجهين، بس أنت من هو اللي بالبرنامج أبو وجهين اللي مع التطبيق؟ يا أخوي أنا ما قلت فلب، أنا قلت يمكننا من ضمن الستين، يمكن من ضمن لا إله إلا الله، يمكن من ضمن. يا أخي لازم تنشب بيني وبين الرجال ذا شيء ماني يا ريان، لازم تظهر ذا يمكننا برا البرنامج، بس أنا قلتها كذا إن عيال يعني يشوفوا أبو وجهين ما حد يحب. أنت تحبونه؟ يعني لو مثلا أحد معنا في القرية أبو وجهين تحبونه؟ قالوا لا ريان ملامح وجهك والله ملامح وجهك ما تقول عكس ذلك، عرفت؟ ما انت معي والله، ما انت معي ريان. شوف انا ابيك تفضفض وابو عبد الله بياخذ معك فضفض، عرفت؟ انت تقول بعض المتسابقين له وجهين، لا وصل ثلاث وجيه بعد، وانا هالشخصيه ما احبه اللي له كم وجه انا ما احبه. هل ما ابيك تذكر اسماء؟ انا ادريك ما راح تذكر اسماء حتى لو قلت تذكر. هل في النسخه هذه ناس لها وجيه كذا وجه مع ريان؟ لا شوف أكيد النسخة هذه كلها وجي أجل بدون وجي. أنت قلت لي فاضفض يا أخوي، أنت قلت لي فاضفض، خلني أفاضفض يرحم والديك. وعبد الله أنا ما بديتك أتكلم. ريان صباح الخير. مرحبا ومسهلا يا يا مرحبا ريان، كيف كانت دخولية حباس أمس؟ والله العظيم يا أخي أطلق يوم ضحك. ها يا شيخ حتى وأنا نايم أضحك. أنت رجل ممثل ورجل كوميدي. أمس لقيتك مبرشت ضحك من 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 إفيهات وذبات حباس. يا أخوي صراعني. اللهم صل. أتكلم عنه؟ تكلم تكلم ترى أنا أسمعك الحين. يا أخي شوف ألادمي هذا الصحيح ترى أنا اليوم صارحته الصباح بعد البث. ها. له وجهين؟ من هو؟ حباس. كيف يعني؟ أنت تقول صارحته في بوشه. صارحته. يا أخوي مصارحات ما تصير في الهواء. هوش يلا يعني سوالف عن المستقبل. كمل كمل آسف. تفضل يا أخي. والله يا أخي حتى هو يسولف تضحك منه بس مشكلته حاجة واحدة. ها يا أخي ما يؤمن بالقدرة اللي عنده هذه. إيه تحس إنه مثلاً يقول أنا أذب على ذا يمكنه يزعل يشيل بخاطره ولا بشيء ولا والله هو يا شيخ لو يسولف ويقول السلام عليكم ضحكت. هو يداري خطركم. إيه يا أخي طيب بس المشكلة وين؟ وين؟ السوشيال ميديا ما يداري خاطر هباس وجمهور هباس واهل هباس. ليه؟ السوشيال ميديا مشخصينها مع هباس ما يقطعون مقاطع. تخيل انه امس انا امشي في البث واقطع انا المقاطع عشان انزلها في تويتر. كفو. ليه؟ لان السوشيال ميديا ما يقطعها مشخصينها مع هباس. فطبيعي انه الابداع اللي عند ريان ما شفناه في السوشيال ميديا لان السوشيال ميديا مشخصينها معكم. ما شفناه عند هباس لان السوشيال ميديا انا اليوم مشخصينها مع السوشيال ميديا. طيب سؤال ريان. ريان طلعت اليوم الوطني صح؟ ايه شفت لك مقاطع في اليوتيوب شفت انك خذيت حقك فيها عادي هذا حقك تكلم فيه. والله شوف تبي الصحيح؟ ايه اجنب الكذب. الصحيح يا طويل العمر انت لك وجه واحد مالك وجهين. الصحيح ايه ولكن فيه اشكاليه. وش هي؟ اشكاليه من بعض الجمهور. انا ما اكلمك على الجمهور. لا احنا نتكلم عن خط حقي خط حقي. لا 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 ما تكلم اتكلم عن حسابات القناه السوشيال ميديا في القناه وتسويقها لاسم ريان في اليوتيوب في لا تويتر. لا ما اخذت حقي. لا ما اخذت حقي. ليش يا اخوي في يعني في سوالف في فعاليات ما طلعت. ليه وش السبب برايك؟ يمكن مشخصنينها عشان يمشي مع هباس. طيب بسالك اسلم عادل المطيري كيف تشوف أداءه معك؟ أداءه معي؟ إيه يعطيك وانتو تحس إنه لا عادل يحب يعطي وانتو مع واحد ثاني؟ لا والله شوف بكل أمانة وحق أنا هذه أسأل عنها يوم القيامة. يا أخوي شوف الشخص هذا عادل هو صح إنه عصبي بس والله العظيم ترى يعطي وانتو للكل. للكل؟ والله للكل. طيب حاتم علامة يعطي وانتو؟ شوف حاتم سلمك الله ايه يعطي وانتو ولا بس الناس تروح عشان تصاميم. لا والله والله تبي الصحيح ابو عبد الله انا خلني اوصل لك معلومه. ايه والله اني صادق. شوف ترى الكل هنا يعطي وانتو ما في احد على قولتهم انه يقول لا انا ما ابي انجح نفسي ما ابي انجح الثاني
والله العظيم يا في يعني فيه ذبات او في شيء يتقبلها الواحد عشان مثلا ما يزعل عليه قدام الجمهور، ولا يتقبلها منها كانها كيف اقول لك ذبة حلوه انا اضحك منها. عارفين بشيلك تشيلني كذا يا يعني. يا سلام بس ايه. انا اقول لك والله يا اخي العيال كلهم والله يعطون وانتو، انا اتمنى حاجه واحده والله. ايه يا اخي اتمنى ان الرياليتي نسويه بعد البث، نسويه بالبث. طيب مو مشكله، انت من الناس يطلبون ان البث يمدد للساعه 7 عشان نشوف الرياليتي اللي ما احنا شايفينه. عقاب يعطي وانتو غير الكرك؟ ها عقاب يعطي وانتو مع احد غير الكرك؟ شوف عقاب والله بعض الاحيان وانتو، بعض الاحيان والله لا تلقاه لا عند كرك ولا تلقاه عند ما يعطي احد. نواف الاكلبي، نواف الاكلبي شوف اي نواف الاكلبي يعطي وانتو بوجهين ولا بثلاثة؟ من هو؟ نواف لا حشاه عيني بعينك؟ ها؟ اكيد من؟ نواف الاكلبي ما اسمع. شكرا ريان جاوبنا. هذا ريان. الشخص طال عمرك يا ابو منفلح ايه؟ اللي كانوا يتحطون عليه هو نواف الاكلبي. لا والله لا ابو عبد الله. طيب مو مشكلة بعدك تجاوب ايه؟ انا المقاطع اللي وصلتني من فريق الاعداد اعداد الفقرة تمام؟ ايه؟ كانت تصب من كذا اسم معي انهم يسقطون على نواف انك انت نواف بوجهين. نعم انك نواف تجي معنا هنا و في البث قالوها في البث. اي فهمت. فهو الشخص اللي كان مقصود شكله يعني بنسبه كبيره نواف الاكلبي، وانا هذا بس حبيت يوم اسال ريان واعطانا الاجابه. انا اشكرك انك خليت سؤال واحد واحد تكتيك لي ابو عبد الله. سم انت محامي ولا معلم نفس ولا؟ أنا لا أخوي أنا أقول سلمك الله. لا شوف 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 أدري إنه ما تعرفني ريان تحت المخ يا ريان. ريان لما تقول لي أنت محامي ولا محلل نفسي، فهمت علي؟ أنا محامي وأنا أيضا آخذ من كل بحر قطرة، فعندي لله الحمد من العلوم كلها. لا مو شرط إني أفهم العلوم. قول خابزكم وعارفكم 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 وين ودي، عرفت إن أنا أجيبك منه وبعدين نزلتك بعد دحدين وبعدين سندتك وبالنهاية أعطيتني الإجابة. هذا عملي كقانوني، أعرف أنا كيف أطلع المعلومة منك. طيب صلعن ريان أنا بالنسبة لنواف الأكربي والله العظيم شوف أنا أتكلم بالنيابة عن أخوياي والله. لا 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 ما تكلم باسم أخوياك، تكلم باسم نفسك. يا أخوي أنت في الكبش الروم سابق. لا 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 ريان أنت في الكبش الروم، تكلم عن نفسك. إذا سمحت ريان تكلم عن نفسك. أنت قبست سنك دافور الألماني في وجه محمد مناحي ذاك اليوم يوم تكلم باسمكم. تكلم عن نفسك لا تكلم باسمك. أيوه عن نفسك أنت بس. أيوه هتكلم عن نفسك يا أخوي. اسمع أول شيء يا طول العمر نواف الأكلبي ترى يعني والله إنه حبيب، ويا عشان كذا نذب حنا ياخذ ويعطي عشان أصغركم يا أخوي. ما والله العظيم إنه يا رجال كبير قدر وكبير عقل وكبير. هذا أنت تناقض نفسك، هذا ما تقوله في البث يا ريان. يا أخوي لازم أداري الواحد فلبة يا حبيبي قعد هنا تعال. لا 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 تداري لا تداري لا تداري، لكن لا تهاجمه مثل ما هاجمه عادل المطيري. يا شكرا لا تهاجمه. دقيقة أهد. أنتم تسوون في الرياليتي أشياء الجمهور يتأذى منها، حنا نتأذى منها، يعني شيء نجيبه محور غصب نقول إيش الإشكالية. إذا جبتك بالكوفيش الروم يا ريان عطيته وضعية المثالية، أخوياي كلهم مبدعين ومتألقين وغالين على قلبي، وانت جلست في العشب الخضر خذيتهم من الداني اقرب واحد قلبه. لا لا هذا في شيء اسمه اسقاطات نفهمها ما تمشي علينا يا ريان. الله يسلمك. احنا نفهم بعضنا لكن انتم ما تفهمون. لا فاهمينك فاهمين والله ما يا ريان والله انكم النسخه الكتاب. اسمع نسخه كتاب مفتوح يقراها حتى اللي 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 فيه نظره مشكله يقرا. معطي احنا معطينكم كتاب فاضي مثلكم تقرون. لانكم فاضيين لا ضحكين عليكم. معطينكم كتاب فاضي طيار كتاب فارغ. يعني انت كتاب فارغ فراغ انتم كتاب فارغ صح. هذا هدف عكسي احنا هذا يصنف من الذكاء والدهاء. لا وين ذكاء نخليكم تطيرون ولا ولا. ريان مو مشكلتنا اذا كنتم كتاب فاضي او كتاب فارغ. احنا معطينكم يا انكم فارغين كتابنا المليان مخلينا لانكم فارغين. ريان انا بوصل لك رساله بقول لك حاجه.
لا تعتقد بأنك إذا أنا أدري بأن من كلامك هذا أنك تفضفض، أنت هنا في منتجع ما تقدر تفضفض له، أنت لك مشاكل مع متسابقين كلهم. فإذا مررت معلومة ترى ما راح تمر علي، بجيب أوقف وأقول يا ريان 1 2 3 أنت دخلت يا ذا المثالي لا إله إلا الله. لكن في المنتجع يختلف الوضع، يختلف. أنت عندك إشكالية ما لقيت حلها، شوف لك حل. صار عربية كبداح. الله مصلي وسلم عليه. أول شيء يا طويل العمر أنا ما عندي مشاكل مع أي أحد. هاري حبيب محمد هذا نواف الأكلبي. لا لا تخش عشان ما يقطعها، خلني بالله لا تخش. لا يخش ترى بقطع. بقطع ها. أخوي خلاص روح. سلام. أسمع أنا ما عندي أي مشكلة مع. بس هو روح معليش، هو روح الحين صح؟ روح إيه. بأي وجه؟ ها؟ بأي وجه روح؟ الأول ولا الثاني؟ وش هو؟ هو روح بأي وجه؟ يا اخوي حشم الرجال ما تقول هذا الرجال. انتم اللي حشم اخوي. يا اخوي ما هو انا اللي قلت، اثبت انه هو. يا اخوي انتم تتهمون اتهام باطل. لا اله الا الله. نرجع لمحور حديث. تفضل يا محور الكون، يا محور برنامج سكريبت 2، يا النجم الكوميدي الاول. لا اشوف تفضل المظلوم. تفضل يا اللي ما شفنا منك شيء، لا هوست لا افيه لا تفضل. يا اخوي الهوست معطيني اول شهر هوست، اروح فارس السيد يقول لي اسجل شيلات فقرات، وش اسوي هوست؟ ما اعرف يا رجال، فارس السيد في البرنامج ذا ما سجل ولا يا اقول. طيب اسمع خلني برد يلا هات اللي عندك. اول شيء يا طويل العمر من فضل الله نحمد الله ونشكره ان ما لي اي يعني عداوه في متسابقين هنا ولا برا، هذا اول شيء، والله على ما اقول شهيد. انفضها من جيبك ايه ابوي، انفضها انفضها بعد انفضها خلاص طيح انفضها 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 انا داري والله انا الكلام يا كبران ريان ما تنترقع ذي والله ما تنترقع. عفوا ايش مشكلته هو؟ راسي والله اني اقولها عاد يا راسي والله. شوف هو من كبر الجذبه فهمت؟ شوف دائما الانسان حركاته تبين ما في خاطره. شوف يوم قالها زي كذا يعني نعرف انها تذب فهمت؟ قلبك عامر بالايمان يا ريان. ترى هذه عشان بس الجمهور اللي يتابعنا، ترى ديدن الناس الاولين لما هذاك يعني كذا الله يحسبها علي لما قال ابداح وابو عبد الله انفضها من جيبي يعني ترى ما هي لي فهمت؟ هذا هو هو ترجمها بافعاله. هو لابد يصير سوء تفاهم بينك وبين شخص. لا اله الا يا اخوي يا اخوان يصير بينهم سوء تفاهم. لا اله، لكن احنا نتدارك الاوضاع لان نحب بعض وضوبنا على بعض. الله يديمكم ونشيل بعض ما شاء الله الحمد لله. تدري احنا لو جينا ننام كل واحد يغطي الثاني. الله يجمعكم ويرفع مكيب ويعني ما شاء الله ولا صحيح سلطان اسمه يلا. شوف 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 هذه، شوف الكلمه ذي الا الله يا اخي، نسخه فيها من الوفاء وفيها من الحب والتكاتف الشيء العظيم. يعني يجيهم سلطان اسمي يطفي المكيف ويصحيهم ريان ريانوه ريان اصحى يلا فطور. نفضها من جيبه يا نفضها من جيبه. ما نفضها شوف ما نفضها ليش ما نفضها والله العظيم ما تترقع يا ريان رحم والدك، كلم العاقل بما يعقل. ليش ما نفرها؟ إيه؟ لانه اذا ولعوا اللمبات هو يعدي على طول، ما قام اول واحد يعدي يروح يغطي راس سلطان اسمي لا يقوم. يعدي يروح يغطي راس فيحان لا يقوم، فهمت علي؟ فهو ذكي هو يغطيه يروح النواف الاكلبي ويغطيه عشان ما يقوم عشان البرد. لا اله الا الله. ابوي الربع صلوا على النبي. والله العظيم والله العظيم اني اقولها صادق، ترى في القريه هنا عندنا تحت فتره ايقافكم او اجازتكم عفوا، والله ان على بعضنا ومثل السنه. انا داري والله انكم على بعضكم يبغون يفرعونكم الاعداد، انا داري انكم على بعضكم يبغون الاعداد يشيلكم عن بعضكم منا كذا ضد الرجال على الرجال. ابو عبد الله هذا ظلم بهتان. ابو عبد الله ابو عبد الله ظلم بهتان يا ابو عبد الله. والله كذا انت تعطي نظره للجمهور انه صحيح الكلام ده. هو صحيح هو صحيح هو صحيح. انفضها 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 يا ريان انفضها. يا اخوي يا اخوي مشعل يصور كواليس مع عبد الله ويصورنا احنا نحلق. يا اخي كان طلع الهوشاد. لا 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 هو ما تدري انت، احنا نجي الكاميرا جت الكاميرا مشعل ترى جيت لا ريان نفس شوف هي كاميرا سواء كانت بتي زد على الجدار ولا في اليد هي كاميرا. وش يسوي بعدين يا اخي؟ حتى هم نسخه سكريبت اسمها نسخه تمثيل، هم في المسرح بدعوا لكن في سناب مشعل ما يعرف يبدعون. قال تعالوا وقفوا عند الكنترول وكاني بصوركم وانتم عرفتوا ايه؟ ولا شفتوني بيجي محمد عيسى من ورا وعطى وضعيه اللي خايفين اي الخافوا يا علمك ريان طالبك بيع مش علمك انا طالبك تبيعه. لا خلني اعلمك السالفه ذي. شوف سلمك الله اي ترى بس ترى ما احنا في اللوكيشن عجل ها ترى كثير في هذه سلمك الله ان طالعين من الثيل فيحاء محمد عيسى خصم على فيحاء
ومن حق الخوي انه يشيل الخصم. الله اكبر. يعني شوف من زود الخوه والنسخه الخوه. فرحنا سلمك الله، راحوا العيال اول وانخصم. جيت انا وعلموني بالسالفه، وانا قلت كل شيء الا في حال. كفو. واجيك راكب ما شاء الله عليك. واجيك راكب انا وحاتم وخالد الروقي محمد عيسى. وقفنا عند الاعداد ندوره. احنا يعني احنا غلطانين الصدق ان دخلنا عند الكنترول. خالد يقول ريان مشعل دخلكم ولا لا؟ صل على النبي. لا لا والله والله والله. وين كان هو؟ وين كان جالس يا اخوي؟ ما ادري كان يصور، ما ادري وين كان. الزبده الا محمد عيسى الصدق جانا من ورا فك الباب، انت عارف باب الاداره لا فك ما يطلع صوت. ايه احنا واقفين نهرج مع الكنترول، وين محمد عيسى الا اللي قال زي كذا. انا واقف ومسك كتفي، والله والله يوم مسك كتفي ان عقلي طار. وانا احط رجلي. وين الفزعه؟ بتفزعون الفيحان حق فزعه يا اخوي، ام حق فزعه؟ لا تكون بكيتون فزعتكم يا اخوي. محمد عيسى خاصم الله يهديه دائما، راح الفزعه والله عيفان ونعم. ايه لين دخل عند الباب قال محمد عيسى النقاط شلها. إيه؟ وشالها، مو باللي تركضون ثلاثه واربعه يا اخوي. هذه اتفاقيه، احنا اتفاقيه اتفاقيه. ايوه اعتراف، اعترف ريان. شلها. الله يكفيك شر ابو وجهين وابو ثلاثه وجيه. هذا اول شيء. الشيء الثاني، الله يكفيك شر ذي النسخه. الشيء الثالث، الله يخارجك من ذي النسخه. الشيء الرابع، الله في ذا اليوم انه يحقق لك ما تبي. قول امين. يا الله يا رب امين. ومن قال ومن سمع ويا الله يا كريم. هيا افلح روح. يا ولد النسخه ذي غريبه عجيبه عجيبه. يعني هو ذكر ثلاث اسماء، قال انا وخالد الروقي وحاتم، جينا فزاعة نبي عشان يشيل الخصم عن فيحان. والثلاثة هذولا اللي ذكرهم هو وخالد الروقي في حم وحاتم، مع احترام البقية يعني، فعلا ممكن ما عندهم أطماع ولا عندهم مشاكل مع أحد، فهمت؟ ممكن يجون يطالبون إنه لا تخصمون على فلان، شيلوا الخصم يعني تكفون بحقنا بحق أخو. هو طبعا غلط، فهمت علي؟ لكن تصدر منهم، تصدر من الشباب ذولا بصراحة، يعني ممكن إنه تكون ما طبخت إنها صلحوها يعني فعلا، وطب عليهم محمد عيسى. محمد عيسى هو الرجل المخيف في القناة، لكن مو في البرنامج هذا، في البرامج السابقة. صحيح يا أخي، من فهمت البرنامج هذا؟ محمد عيسى أنا أشوفه أمس كان موجود، محمد عيسى يجي سلام عليكم سلام، طب المكتب انتهينا، اللي تبون صلحوا، اللي تبون اللي ودكم، خلاص ما يبي يزعل أحد، لأنه خلاص يعني هو مقدر ظروف الشباب، مقدر وضعهم، مقدر نفسياتهم، فيعاملهم بلين. لكن والله لو أنكم لاحقين على محمد عيسى في البزنس واحد، اللي هو محمد عيسى، ولا محمد عيسى في سكريبت، يا رجال كانوا يصيحون المتسابقين الحقونا محمد عيسى جانا، يدورون احد يفزع لهم. لكن يلا طيب، ابي عادل المطيري، جيبوا لي عادل المطيري، احنا نبي نشوف نهايتها وش هي. طيب ابو عبد الله، هلا يعني انا قلت لك النسخه هذه غريبه في كل تفاصيلها، في بعض الاسماء، في بعض الاسماء اللي أنا ما أدري وش تنتظر. يعني أنت الآن خلاص وصلنا المنعطف، يا أنك تثبت نفسك أو لا. في بعض الأسماء ما زالت يعني في عباية، يعني عبات متسابقين في يمشون في ظلهم، وفي متسابقين لحد الآن ماخذين نظام اللي 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 كيف أقول كيف أشرحها، نظامي أو منتظم بشكل كبير، وضيع عليه فرصة، ضيع عليه فرصة كبيرة. على سبيل المثال خالد عبيد، إيه؟ على سبيل المثال نواف منصور، على سبيل المثال عندك كذلك اثنين ضلع. أنا ليش ذكرتهم أول شيء؟ إيه؟ عندهم من المحتوى شيء الكبير، لكن إلى الآن أنا ما أدري شو الأسباب اللي خلتهم مكبلين، ما يطلعون اللي عندهم. في إشكالية في بعض الشباب، خلاص مثل آخر البرنامج أو بعد ما رجع رمى كل أوراقه، سواء وافقت معه ولا ما وافقت، هذا عاد توفيق وقبول من الله سبحانه وتعالى. لكن اثنين ضل عندهم شيء كبير، لكن ما قدموا لحد الان. ايش السبب؟ ليش؟ شوف ابو اللي ذكرتهم خالد عبيد ونواف منصور، الاثنين على يعني على مستوى من الاخلاق عالي، ما هو قصورا باحد يعني، لكن شباب محترمين جدا زياده عن اللزوم. ايوه هنا النقطه، محترمين زيادة عن اللزوم. يعني أنا من شدة الاحترام قد يتنازل عن حقه، تمام، وعن مصيب فرصته عشان ضربه خويه بسيف الحياة. الخطأ ما هو منه، تمام، يعني احترامه نعم هو بعض الاحترام الزائد هو غلط،
لكن الغلط الغلط والخطأ ما هو عليه هو، الخطأ على اللي يضربها بسيف الحياة. نعم. أنا أجي أضرب خوي عارف أن بداح يستحي مني ويقدرني تمام، وأنا أعرف أن هذا حق البداح، أجي أضرب بداح بسيف الحياة وأخذ حق بداح لي أنا باسم أني أنا ضربته بسيف الحياة، اسمح لي بتقلط عليك، هذا ردم من 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 اللي يضربها بسيف الحياة. لا يعتقد أنه بيروح فيها بيبعد، لا، تكشف الأوراق ويبقى صاحب المحتوى والرسالة والهدف. شفنا كثير في برامج الواقع اللي يجون أخوياهم ويضربونهم بسيف الحياة عشان يأخذون فرصتهم، وبالنهاية خوية هذا يبقى ويستمر ويتمدد بعد البرنامج وبو ضرب بسيف الحياة، لأنه ما يلقى له رياجين يستحون منه برا، يجي يضرب رياجين بسيف الحياة برا ثم يدقون على خشمه. تمام؟ فأنت تلاقي إن واحد سمح برا نقدم اللي برا، اللي برا يبي ينثنون دون حقهم وبيأخذون حقهم كامل ومكمل، أنت اللي بتبلش هنا قاعد تأخذ حق خويك برا، ما تلاقي أحد تأخذ حقه. طيب أبو عبد الله خلنا نكون واقعيين أو نجيب المشهد، أنت كلامك صحيح 100% ما أختلف فيه. أنا أتكلم بشكل عام كدراسة نفسية، لكن خليني أتكلم الجمهور. إيه. حلو، الجمهور الآن صار ما يبحث عن 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 مثل خالد عبيد ونواف منصور إلا فئة قليلة، خلي يكون واضح هذه الرسالة لخالد عبيد ونواف منصور، إنهم يلحقون عن أنفسهم. ترى حياك الزايد وأدبك الزايد اللي تقدم أخوياك على نفسك، تراك أنت ضايع في طريق خطأ، طريق خطأ. أنت الآن جاي في منافسة، أنافسك. أنا أذكر في نسخة جنتل، أنا أضرب مثال على نفسي عشان ما بضرب في نسخة ثانية عشان يقولون لا ما لك حق فيها، أنا أضرب على نفسي. أنا في بداية الأيام طبيعي بين المتسابقين ما في كيمياء أو ما في توافق أو ما بعد عرفنا بعض أو منا على بعض، فممكن علي بروية يسوي تصرف من حسن نية أنا أفسر تفسير آخر، وأجي علي يقول لا تسوي كذا، فهمت؟ في بداية الأيام كان في بعض الشباب يقول يا بدح رجان أنت جريء شوي على الكاميرا، جريء، ممكن أن جالسين أنت تأخذ بعض الجو بجراءتك أو كلامك. مش رديت أنا؟ قلت أنا الفرصة هذه انتظرها من 10 سنوات وأنا داخل منافسة، مثل الخيل اللي داخل السرت جهاز انطلاق، إذا انطلق الجهاز كل يبى الأول. نعم. خلاص منافسة وسابقة تطلع بيدها، لكن لما تيجي تكتف يديك وتجلس والريجي تحركون من يمينك ويسارك وتقول لا وقفوا انتظروني، ما حد بينتظرك. اما تروح مع الريجيل ولا اقعد، لا تحشرهم، لا تحشر. اما داح من الريجيل ولا اقعد، لا تجي. شوف لو يجيك واحد يقول والله يا علي بالرويه يا اخوي انت داحمتنا وكلت الجو علي، رجال وقف، من حقي ياكل الجو عليك. نعم. رشيد طاحوس كان في البرنامج الكاميرا تبحث عنه، حلو، رشيد كان يطلع من غرف النوم يقولها لي بالحرف الواحد لي انا، يقول اتحداني اسحب الكاميرا لي، اقول اتحداك. كان في الهنجر كان في ريالتي عالي يقول انا اتحدى مع نفسي، تحدي اعيش تحدي مع نفسي، يروح لوكيشن ثاني وانا معه بسالفتين بريالتي بسيط على طول سحب الكاميرا له، عيش تحدي مع نفسك. لكن الاشكاليه في البرامج الواقعيه ان الجمهور يبحث عن الشخص الجريء ويترك الشخص الحيوي او الشخص اللي ممكن عنده ليفل التقدير واحترام عالي وطاغي على قولتهم. نعم. فهذه اشكاليه عند الجمهور لأن تعود عليها، وكذلك عند المتسابقين اللي أنتم تضيعون فرصة رضا لمتسابقين بعد ما يطلعون من البرنامج كلهم بشكل طريقة بيأخذ خطه ومساره. يا رجال ما أنت بلاقيه، شفت ما أنت بلاقيه يحط لك تاغ، ما أنت بلاقيه يحط لك تاغ ولا منشن في السناب، ما أنت بلاقيه، ما أعطيك إياها على بلاطة. هذا يجي طيب عمرك اليا منه طلع إنسان ذاب من الريع وماسكن أول الخط، وهذا طبيعي ترى، ما هو معه خلاص يبي الرجال يدعس، ما هو بقى وقف بالله خلنا بسحب فلان معي اللي كنت أطبر عليها بجيبه، ما في. هذه فرصة، عشان كذا يمكن بعضكم زعل وقال ليش علي. حبيبي لما قلت إنه ما فيه اتفاقيات في منافسة ما فيه اتفاقيات، في مركز أول في مركز ثاني في مركز ثالث، هذا خط النهاية، الجوائز هنا أول ثاني ثالث، أنا جاي عيني على الأول عيني على الثاني عيني على الثالث، أنا مرتب. لا تحسب إيه وإن قال لك أبدا أنا معك قذني ما أدري شلون، الله اللي جاء فالمنحنى الأخير، أنت تجي جحفلت عند الله خبرها، خذ الكلام تتغير المعطيات، تتغير المعطيات، خذ الكلام من واقع تجربة. واحد طال عمرك هبطوه أخوياه وركدوه قالوا يا ولد عندنا ما حنا انت رجال معنا طيب البرنامج
الله اني اعرفه تن حاشه صدمه عاطفيه صدمه اجتماعيه لدرجه انه كره السوشيال ميديا. انا اعرف الرجل عن قرب، كان عنده محتوى جبار. قالوا له ابد مركز لك ما انت عرضك، انت ما قصرت معنا 90 يوم وانت ثاني ركبتك معنا وتفزع لنا ما بد. يجي الرجال يحط عينه على المركز صامل. يوم جت اخر نص ساعه وتغير الموازين 180 درجه، اللي كان خامس اصبح رقم، واللي كان عاشر اصبح رقم، وحبيبنا ذاك راعي الفزعات وراعي الجماهير طال عمرك ضربه من شرحه. ودع الملاعب، ودع الملاعب بمعنى ودع الملاعب، لدرجه انه طلع من البرنامج يقول برامج الواقع ما فيها قوه. قلت ليش؟ قال يا اخي معطيني الامان ومطمعيني وبالنهايه باعوني. شوف ركز ريال، انتبهوا من الجحفله. عادل مركز، انتبه من الجحفله يا عادل، انتبه اياني وياك، انتبه ما تعاد بكيفك انت بخص. عادل صباحك الله بالخير. صوتك المايك، المايك شغال شغال. يلا حيه، الله يعافيك. وش علومك؟ الله يطول عمرك يا المحصن. يا مرحبا ومرحبا. حصانة اسبوعين الحمد لله مقدك يا عادل، فضل من الله. تستاهل، تستاهل الطيب. عادل بسألك سؤال. يا لبيك. او سؤالين او ثلاثة، خذ راحتك تحملنا اليوم. خذ راحتك يا حبيبي، احنا مبطن منكم البطن ما هو بزين. اول شيء صح الحمد لله على السلامة عودا حميدا. الله يسلمك طول عمرك. مرحبا بكم، ترحيب السيف في محلكم. الله يطول، اشتقنا لكم والله. الله يطول حياتك وعطنا اللي عندكم. اسلموا من قلبك الكلام ولا مو من قلبك؟ الا والله من قلبك، احنا نحب نحارسكم بس نشتاق لكم ترى. لانكم ما تفلحون من دوننا. لا لا هذا لا فلحنا، انتم اللي انتم نفس ما صار عندكم شيء يوم رحتوا. طيب جعل ربي يوفقكم، احنا نكملكم ونزودكم ما ننقصكم. الله يطول عليكم. لكن لا غديتوا عن الخطر ديناكم. لا لا انتم اللي غاديين، احنا اللي نردكم. طيب اسمع مني يا عادل. عادل انت يعني عادل الان باقي تقريبا ايام معدوده ونصل النهائي. بإذن الله. المتسابق الوحيد اللي انا لاحظت يا ابو عبد الله انه راسم له خطه، حاط في راسه خطه ويعطي رسائل بعد، ويعطي رسائل وماشي صح، لكن قد يخسر جانب ليكسب جانب اخر. عادل وش الخطه اللي ماشي عليها عادل في البرنامج، وش الهدف اللي عنده عشان نجيك في الكلام؟ الخطه واضحه ان شاء الله، ما في شيء من وشو مو واضح. انت قصدك على البرنامج؟ انا ان شاء الله بيوصل النهائي وعلى الستيج ومركز باذن الله. لك هدف؟ ايه لي اكيد، كل الشباب اللي جو هنا ما جو لهم الهدف، والهدف هذا هي اسباب الحصانات اللي تجي وانت خارج الاوتسايد. والله هذه من ربعي، الله يبيض وجيههم ويجمل حالهم، تعزيز وتحفيز العادل، وان شاء الله ان عندها قوتهم عن ظن. يعني الحصانات الماديه اللي تجي من الجمهور لعادل، عادل ما طلبها من الجمهور؟ لا والله انا ما قلت شيء، هذا منهم ومتحمسين مع عادل مطيري، والله يبيض وجيههم تحفيز العادل، وبهم بيض الله وجيههم، يعني وقفتهم طيبه واللي غريبتين عليهم، وانا ما خلا منهم يعني، والله ما خلا منهم. ما هو بخوف من الخروج من المنافسه من عادل؟ لا ان شاء الله مو بخوف، ما بخوف، ما دخلت لأن هنا لان اللي لاحظت ابو عبد الله عادل خارج الاوتسايد مرتين على التوالي ويركز على الحصانه الماديه، وانا اشوف انه ذكاء، لكن ليش عادل ما عطى الفرصه للي في الاوتسايد؟ ليش هو ينافس على الحصانه الماديه هو خارج الاوتسايد؟ هل هو يوصل رساله؟ لا هو انا اعطيك المراكز. شوف عادل قاعد يوصل رساله لاخوياه اني انا تراي رجل انافس على مركز. تمام. اما انه عادل خارج الاوتسايد، لا هي فلسفه التصويت المادي الاسبوعي هو ما حد يدري هو في الاوتسايد ولا مو بالاوتسايد. تمام. ولا سيما انه في نهايه البرنامج يعني انت بنسبه 50% بيكونون اوتسايد. تمام. قبل كان نسبه الربع الثلث، فهمت؟ الان لا، الميزان اختلف، الان عندك 16 متسابق منهم 10 اوتسايد. ايه تمام. فطبيعي انه 50% راح يكونون اوتسايد، فانا الان مدعاه اني اقدم اكثر. فعادل يعطي رسائل لاخويا. تمام. وانا اقول الله يستر على عادل من الجحفله، تجي جحفلتهم في هذا البرنامج. لا لا ان شاء الله ما عليك، عصب الراس لهم مو مبطي. وين توجه يعني انت بتجحفل ولا بتجحفل؟ لا شوف شوف شوف، انا عصب الراس لكل الامور يعني. وانا واضح من البدايه يا ابو عبد الله. ها انا عقد مكتب مكس واضح من البدايه. واضح مشاي، واضح عادل، واضح. اي والله اني واضح. طيب توجهك وين، نجم الجمهور ولا المركز الاول؟ والله شوف ممكن بدينها الثنتين غص. انت بثنتين؟ اقول مين كان بدينها الثنتين غص. طيب وين وجهتك؟ نجم الجمهور ان شاء الله. نجم الجمهور ان شاء الله باذن الله. عادل مطيري يصرح انه نجم الجمهور باذن الله. طيب عادل
السؤال مهم. لبيك. ممكن اسأله قبل داح؟ اسأل لأن سؤالي مهم. عادل. يا لبيك. من لبيت حاج؟ من معك على نجم الجمهور؟ والله كل عيال فيهم خير وبركة. لا لا أنا أبي شوف عادل خلنا من الجواب. أنا شوف قل لي إله الله أبو عبد الله عشان قبل سؤالك أنا فهمت أنا حاط عيال كل بهم منافسين. مو مشكلة. أنت قلت لك كلمة قبل شوي تقول يمكن في نص ساعة تجيك جحفلة صح ولا لا؟ إيه. أنا عصبر راسي لهم كلهم. طيب مو مشكلة خلي الرسائل هذه ترى بعد رسالة قاعد يرسلها عادل إن ما عليه منكم تمنجوا حفلتكم لكن مو مشكلة عادل لبقى. الآن أنتم أكيد أنكم تتكلمون تحت الهواء وما أدري إيش وكذا من اللي تشوفه من أخوياك يبي نجم الجمهور والله أنا أو دار النقاش بينكم يعني شوف عن نفسي والله إني أشوفهم كلهم والله يا خلنا أنا أسألك سؤال واضح والله العظيم يا أبو عبد الله إني أجاوبك بصدق إيه أنا عن نفسك أنت أنا أتكلم أنت جلست مع أخوياك وتكلمت ومن اللي يا شباب ينافس على نجم الجمهور من ينافس على مراكز من من اخوياك اللي صرح مثل تصريحك هذا اني انا ابي نجم الجمهور والله قال يا عادل جنب يا عادل جنب على المركز عندك فيها سواء فوق الهواء ولا تحت الهواء شوف ما فيها قصته كل عاصب الراس وكل يتحدى وكل جاي للمنافسه عطني اسماء كلهم عندك فيحان وعندك عبد العزيز الاسلمي وعندك حاتم وعندك ريان وعندك خالد الروقي وعندك عيال كلهم عندك عيفان شوف عاد 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 إجابات دبلوماسية عادل أنا أعطيتك إياها وأنت بغيت تجاوب الله هديك بس ما أدري شو يلد لا جوابك خلني بأخذ جوابك أنت قلت فيحان وعبد العزيز الأسلمي طيب وروح أنتم الثلاثة تنافسون على نجم الجمهور صح ولا لا طيب لكن لما تقولي ريان فهمت لا ريان ما يبغى بالعكس ريان والله ريان والله لا ريان أنا أعرف وش ريان إذا بينافس يا على مركز أول يا على نجم التمثيل طيب. نجم سكريبت التمثيل طيب ما هو بنافس على لأن مجاله هو الرجل مجاله طيب تمثيل قل لي أبو عبد الله ترى على المركز الأول ترى كثير ينافس على المركز الأول أنا سألتك عن نجم الجمهور ما سألتك عن المركز الأول أنا أقولك أنا من الفين قلت المركز الأول ترى واجد بعد اللي بس إحنا أنا ما سألتك أنا سألتك عن نجم الجمهور قلت لك من أخوياك اللي صرح إنه يبغى نجم الجمهور عبد العزيز صرح عبد العزيز وحاتم وفحم عبد العزيز وحاتم وفيحان صحيح. وانت الرابع وأنا يعني في واحد منكم بيطلع بلا مركز لان مركز نجم الجمهور ثلاثه الاول والثاني والثالث صحيح صح يعني في واحد منكم بيضرب من شرحه صحيح طيب اوكي شكرا لك عفو طيب عادل يا لبيك لبيت من حاج سؤال لبيك سؤالين خذ راحتك ليه تنتهي الفقره راح قبل اجيك في السؤال المهم ليش عادل ما شفناه يعني أنا ندري إن في بعض المتسابقين يتعمد خروجه أوتسايد عشان يقول والله حصنت الجمهور ما هو هنا لا معليش بوقف هنا أنا ايه؟ ما هو بالبرنامج ذا من البرامج واجد ما هو البرنامج هذاك وين في جنتل لما كان يجي نواف عقاب ويتعمد الخصم عشان يدخل في مرحلة الخطر ويأخذ حصانة جمهور ولا يأخذ درع جمهور ويضرب مثال يضرب مثال انا اضرب مثال هذاك إيه انا سمعت نواف عقاب ايه نواف عقاب الله يوفقه ابو عقاب احنا نضرب مثال الله يجزاك بالخير يا طيب ما انا فاهم لا بس هو انا اعرف وش هو الان قاعد يجهز الرجال يرسل رسائل يرسل رسائل كانه يقول ترى انا بسوي مثل نواف عقاب باخذ مركز الاول وباخذ يعني باخذ مركزين يا عادل لا تمشيها علي انا عارف وش تبي فيها من البدايه يا ابو عبد الله تحوس عليها من اليوم وانا ما اعطيتك هواك ابو عبد الله من اليوم تبي تقول انا ابو عبد الله انا شغلي في راسي بس انك زليت الله يهديك في البداية قلت منك البديهة اثنين غص أنت ودك ولك قلت يا أرض بالعين التي ما قلتها لا شف 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 أنا كلامي واضح يا أبو عبد الله وأنت فطين وتفهم ما يحتاج أن يعدك هلا بس نواف كان نواف خلني أكمل بس مثالي خلني أكمل مثالي نواف حالة استثنائية نواف كان يجي الرجال ما عنده شيء أخصم علي والله ما في خصومة أنا تراي هارب اليوم الظهر عطوني خصم تراي طلعت بدون إذن وهو ما طلع عمر ديور من وراء الباب من عند أبو هشام ودخل من وراء وراح ينام فهم بس قوليت إلا تخصمون علي أبغى أطلع إبراهيم عشان أوريكم أجيبها مادية ولا أجيبها تصويت ولا أجيبها جمهور فكان هناك هذاك برنامج أكيد حاد طيب أخذها هنا السؤال أنا أقول لك ليش ضرب مثال عادل بس أبو إبداح تكفى إبداح اسمع قل لي الله أسلم أبو عبد الله أخذها نواف ولا ما أخذها أخذها خلاص طيب يا عادل نواف بس انت ما انت نواف يا عادل انا عادل ابن عم نواف ها انا عادل ابن عم نواف
ونعم لكن لا اقدر الاوائل هي عادل يا عادل يا عادل لبيك كل طير نشبع مخلابك لا 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 ما عليك ما عليك هذا كل عمي وانا عادل ما عليك ابى اقول لك كل طير نشبع مخلابه ترى لها لذه لا طلعت بيمين يا ابداع انت كنت قلت لك كلمه قبل فتره انا والله ما ابي لها الطاري بس دامك انت الحين هرجت ابد جبها قل لي الله انت قلت لك كلمه قلت عادل مطيري لن يوصل للستيج النهائي صح وجهة نظر وانا اسعى على استبعاد عادل مطيري طيب صح؟ بقول لك حاجه عادل مطيري سبب انه ما راح انا قلت ما يصل النهائي لانه ركز وخاف على المادي راح للمادي عشان يثبت استمراريته القوه كان نفسها في حصانة الجمهور وانت على الستيج وينك على حصانة الجمهور ابداع لا تناقض نفسك لا تناقض نفسك بنفسك ابداع الله يخليك الحصانة المادية يا عادل اسمعني عادل عادل كلامي دقيقه كلامي كان مثل الصاعقه عليك رحت للمادي قلت خلني اضمن بقائي طيب ايش رايك صح ولا لا طيب ايش رايك نتكلم كل رياحية عشان اخذ واعطين وياك بدون الله اكبر الله اكبر اجيك اجيك صار يوجه عادل اجيك ولا ما تصل معلومة لانك انت بديت تنفع انا لا ما انفعلت انا قلت لك يا عادل طيب انا طيب اجيك بسؤال انت جيتني بسؤال ابجيك يا عادل مطيري قلت عادل وهذه تراني قلتها في بث في التيك توك ما ادري كيف شافها طيب كيف شافها عادل لا تنسى ان طلعين 40 هذه قلتها في بث التيك توك لا تنسى ان طلعين يوم الوطن اسمع اسمع سبحان الله ايوه لا تنسى بس قلت عادل مطيري لن يصل للستيج النهائي كقراءة بأنه ما له وجود في البرنامج بخصوص الحصانات الجمهور كان يجي ياخذ عبد العزيز رايح جاي حلو ايوه عادل ايش سوى يا ابو عبد الله قال ها ابدا يقوم مكمل لا والله خشم ريالك خذ الحصانات المادية وما صلينا اصل النهائي ما عليك اكمل مشوار هدي ما عليك بالحصانات المادية بتاصل بتاصل خذ الحصانة وروح بتاصل النهائي لكن وين جمهورك اللي يعطيك اياها على المسرح طيب بين الرياجيل طيب اسمعني 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 اي جاوب الحين قل لي الله انت تدور انت تدور السؤال هذا أسمع جاوب اسمعني قل لي الله اول شيء ادعم والله الذي لا اله الا هو اني ما سقت ريال من مخباينا واني ما ادري عنها والله وبيت بناها الله تستاهل تستاهل زين قل لي الله تستاهل هذه من جمهور بيض الله وجههم وجمل الله حالهم وربعي اللي وراي يعني ما خلص تستاهل وهم كفو زين الشيء الثاني الجمهور واضح لك وانت تشوف يومي وانت تشوف يا ابدع انت انا رد على سؤالك طيب يا حبيبي الله خليك لي انت تقول انت تقول كجمهور ما في جمهور الجمهور واضح لك وباين لك انت يا عادل تاخذ حصانه ماديه وانت خارج طيب الاوتسايد خارج الاوتسايد الله خليك لي وانا بجمهور داخل مكر ذهبي بجمهور تستاهل وفضل من الله تستاهل وفضل من الله سبحانه وتعالى الجمهور موجود والمؤدي موجود وكل خير موجود والحمد لله ونشكره واستجي النهايه قالها الله احيانا وحياك اني باصله والمركز باخذه قدام عينك اسمع وصلت لانك بالحصانة المادية وانت خارج الاوتسايد وصلت ولا ما وصلت وقدام عادل عادل خارج الاوتسايد تاخذ حصانة اكيد بتوصل السجن النهائي سؤال المهم امس انك اقتنعت يا ابدا سؤال المهم سؤال المهم مين المقدم اللي تشابكت انت وياه بالايادي ما في مقدم ولا شيء ابتسامة تجاوب عن اسئلة كثيرة ابدا انا السؤال ده ما جاوبت عليه من البداية ما راح اجاوب عليه الحين كيف انا ما جاوبت من قبل ما راح اجاوبه يعني ما في مقدم تهاوشتت وياه لا في مقدم عطني 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 كم عطني كم وكان فيه تشابك بالايادي بين عادل المطيري وهذا المقدم تبي جواب ابو مفلح الجواب نبحث عن الجواب عطني الكاميرا عادل من المقدم انت ابو عبد الله هلا هذه سالفه راحت وانطوت ليش تصعد الموضوع انتهت هي ما كانت تشابك بالايادي سواء تشابك بلايدي مو تشابك بلايدي ما كانت تشابك بلايدي أنت موضوع والله ما تدرون عنه ها؟ موضوع رائع لا ندري ندري ما جي موضوع وأنا ما أدري لا لا ما تدري ما تدري لا أدري موضوع وانتهى أدري لا تخليني أفتح الملفات هو أبعد الشيء لا تخليني أفتح الملفات لكن السؤال أنا بسألك أبو عبد الله إذا كان في متسابق يتشابك مع مقدم بالأيادي ولا يبت في أمره نهائيا أنا ما جبت الموضوع ذا عبث يا عادل عشان أقول الشجاع ما فيه لا من الجنرال ولا الإدارة يعني تشابك بالأيادي خلني أرجع مشعل القنور بسبب تشابك بالأيادي استبعد استبعد ليش تظلم مشعل القنور الآن القرارات على شخص وشخص لا هنا السؤال أبو عبد الله شوف انا والله ودي ولك ما شبكت الموضوعين لان انت تضطرني اني اتكلم عشان لا ابيك تتكلم شوف
اما 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 خلنا في موضوع عاد، لان يعني تتكلم الان تقول اذا انت قاعد تقول انه مشعل القنور تشابك مع الجنرال فتم استبعاد مشعل القنور، احنا قلنا ما هو ما تشابك، احنا قلنا نعترض او يعني حاول انه يطلع على المسرح، وبحكم ان الجنرال قال يستبعد او يرحل برايه، المفروض انه يرحل برايه ما استبعد، لكن كانت قدحه، كان في تشابك، كان تشابك لكن ما كان يعني تشابك، كان تشابك من تشابك يعني التشابك اعظم من محاوله التشابك، ايه التشابك يعني مصيبه عادل اعظم، التشابك كان في تشابك تشابك يعني تشابك لكن عادل يعني انا اتكلم عادل ولا اسكت؟ خذ راحتك ابو عادل، انا يعني لا دورك يا ابو عبد الله تتكلم وتعطينا رايك، خذ راحتكم مره الان ابو عبد الله، انت رجل قانوني وانا ما راح اتخطى الموضوع هذا، وش الاجراء اللي لازم يتم اذا كان في تشابك فعلا؟ هل الاداره بتعلم؟ هو تشابك يعني الرجل معترف، هي قصه ما اعترفت، وش اعترفت؟ تقولين شيء ما قلته، ابن ابوي عادل معترف يا عادل، عادل معترف ابن ابوي عادل يا ابداح يا عادل يا ابداح، انت قبل شوي انت وضعت نفسك ابتسامتك فضاحه يا ابداح، قل لي الله حق والله العظيم من على مزاجي، ان بغيت اقول الشين على مزاجي، فثقثقه تامه ما في شيء يعني الكلام هذا مو صحيح يعني ولا في شيء واسمع وتبي تتعب، تبي انت من البدايه انا تعبك عادل فيك يا حبيبي عادل، شوف انت من الناس اللي وجهك يفضحك، هذه للاسف يعني معلومه اوصلها لك، لا 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 وجهي ما الان دقيقه انا بجيك سؤالي يا ابو عبد الله، وش العقاب على الشخص اذا كان قانونيا اذا كان في تشابك في العيادة؟ اذا كان في تشابك او اذا كان في اعتداء من متسابق قانونيا موجب العقد المبرأ، اذا كان في اعتداء من متسابق على مقدم يتم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في العقد اللي هو استبعاد مع الغرامه الماليه الشرط الجزائي، اذا كان في اشتباك ما بين مقدم او متسابق تعدى على مقدم، المقدمين عندنا يعني ما هم جايين يتعدون على متسابق فهمت، لكن اذا كان المتسابق تعدى على المقدم وصار في بينهم اشتباك يطبق في حق المتسابق، اذا كان طبعا ما كان تجاوز من المقدم، لان احنا نفصل بينهم، لكن يا حبيبي انت احسن واحد، انت قاعد تقول كلام درر، انا داري ما يحتاج والله، شوف هذا حق علي لازم اقوله ابو عبد الله، شوف لا تشد معي ابو عبد الله، انا احبك ابو عبد الله فلا تدور علي عشان ما ادير، انا ما ادور عليك، انا قاعد احاول اقول لك ابو عبد الله لا يغير ابداه، ابو عبد الله احاول ابو عبد الله يغيرك ابداه، انا احاول يعني اكمل الفيلم حقك فهمت علي، يعني احاول، المشكله الفيلم صنع ابداه، انا احاول اكمله، اسمع عادل عمر بن عمر بن هذال اذكى منك، حطك في فخ وطحت فيه، فخ في شو بس، وانت عارف قصدي وش، لا 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 تعرف قصدي وش هو، ختاما يا عادل ثقة تامة بان الشخص اللي ينافس في البرنامج ينافس بجمهوره، وانت لك جمهور وتستاهل، ولكن قلتها سابقا، ولكن عادل قفز هالموضوع اللي انا تكلمت فيه خوفا من ان بداح يتحقق كلامه، ابن ابوي عادل ابن خيال، لذلك هنيئا لك، هنيئا لك يا عادل، انا اقول لك كلمه هنيئا، اقوم الله بارك الله بضع بها عادل، تستاهل يا عادل، بيض الله وجهك والله يوفقك، ولكن اذا كان انا صراحه انا ما الومك، تشابك اسمع تشابك مع المقدمين، خذ راحتك، جنرال نايم ما حد يمك عادل، انت اصلا ما حد يتقربك، لانك انت في النهائي تنافس على مركز وفي دفع دراهم، الله يوفقك يا عادل، استر عليك يا عادل، مرحبا مرحبا ابو عبد الله، هلا هنا ترى الموضوع يرجع، انا جبت ال 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 انا موضوع مشعل، اي انا لا اخل موضوع مشعل، انا عادل رميت الطعم، فكانت الابتسامات واضحة أن أصلا في إشكالية مع مقدم، وحتى عمر هذال زرع له فخ ووقع فيه عادل باعتراف، إذا كان الجنرال يعني هل الجنرال هذا الشخص اللي ما ندري وين راح لشهر الآن، ما ندري وين الجنرال هذا مسمى وراح أبقى منتظره، هل الجنرال تم استبعاده؟ هل الجنرال ممنوع أنه يأتي؟ هل وش قصة الجنرال هذا؟ لأن في وسط مرحلة تشابك بالأيادي، شوف انا اقول لك وش قصه الجنرال، قصه الجنرال يا طويل العمر واضحه مثل ما الجمهور قراها، الجنرال هو برزيق في البزنس واحد، دخلنا كاركتر الجنرال مع برزيقه ونجح الكاركتر وعطاه برزيقه حقه تمام، وكان يعني حضور جميل وطاغي يعني عطى لنا برزيقه ممثل وعرف كيف يصنع له،
سلطان السعد صدصد زي ما يحب يسمى تمام أو يشتهر فيه، جاء في جنتل ودخل وقلد يعني يعني بالفيت إني الجنرال، فتقبله الجمهور نوعا ما، فظنت الإدارة إن صدصد بيشيل الموضوع وبيعطيه حقه وبيعطيه تشبعا وبيرجال ممثل، وقال أنا ممثل، فقالوا خلاص جيبوه في البرنامج هذا كيدخل كصاحب قرار باسم الجنرال، بأن الجنرال ملكية فكرته للقناة وكاركتره للقناة، دخلوه وفيه يعني نوعا ما تشابه بين الاثنين مع أنه كان في فارق في التمثيل. جاء الجنرال ما لاقى، هذه مشكلة بعض المقدمين وبعض النجوم اللي نجيبهم، يكون هو تعال أنا أبي كل شيء، أبي أكون تركي الدوسري، أبي أكون أبو كاتم، أبي أكون جنرال، أبي أكون، أبي يدخل يوم مشخص يجمعها كلها سوا، وهي ما تجي، هي ما تجي. فدخل اختلف مع صاحب القرار الفعلي في القناة، فهمت علي؟ ما لاقى رغباته، ما لاقى أهدافه، ما لاقى طموحاته، ما جاز له، ما كان سريع بديهة، ما كان سارع، يعني أنا كنت كذا مرة أدخل معه في الدربيز في الدخوليات أحاول أني أضبط الأمور، فهمت؟ فكان في بطء اصلا باتخاذ القرار، بطء اصلا باتخاذ العقوبه، عدم جعل عقوبه ملاقيه، ما خلاص اوكي ما عجبهم، قالوا خلاص هم شو لا توقفونه ولا لا يعلن هو انه ترك ولا انتم توقفونه، خلوه كذا معلق، لا هو اللي يجي ولا هو اللي يروح، لان الله ينهي البرنامج على خير، وكلنا والله ندعي الله ينهي البرنامج ذا على خير. طيب هذا اجابه على الجنرال. جنرال موؤود، وئد هالجنرال، والله هذا وئد، تعرف الوائد احنا نسمع عنه، تم وئد هذا الجنرال في هذه النسخه، وئد الله ينظر في وضعه، الله ينظر في وضعه الجنرال. طيب احنا نبي محاور كثير نتكلم فيها لكن الوقت ما يسعفنا، لذلك ان شاء الله غدا نكمل بعض المحاور اللي نسلط الضوء عليها. ابو عبد الله قبل نختم، النقاط والله شف انا امس قلت اجلها والحمد لله جات اجلها من سنه يعني تمام، مثل هباس وحضوره امس حضور طاغي تمام، اهني اخوياه اللي معه كانوا معاونين، هو كان معه خالد وحاتم وسلطان السمي، اهنيهم تمام. انا اعطي هباس 500 نقطه يستاهلها، اعطي خالد عبيد وحاتم سلطان على 500، عندي 1200 صح؟ نعم 200 لسلطان و250 لخالد و250 لحاتم، عشانهم لبسوا كاركتر وساعدوا اخويهم. سلطان جاب كاركتر ذا وكاركتر مستهلك. طيب فانا يستاهلون لنهايه الاسبوع، لانه والله حقهم امس هباس بصراحه مهما قلنا ما راح نوفي حقه، لانه حضر حضور طاغي ومميز ولا هي غريبه عليه، هذا ملعبه. يستاهل، واحنا قبل شيء نسال عقب على سلطان وحاتم وخالد، ترى بعد كاركتراتهم كانت جدا حلوه، والله اعطوا اخويهم صراحه عطاء جدا رائع، ساعدوه يا اخي، حتى المتسابقين ترى، والله لو عندي اكثر لاعطي حتى المتسابقين اللي امس شالوا الليله مع اخويهم، امس جو تقبلوا يعني عيفان، ما يعني حتى تشوف انت هباس وهو يذب عليه يداري خاطره يعني، لكن جاء امس عيفان وتقبل من اخويه محمد مناحي، تقبل يا اخي عبد الرحمن بن خشمان رجل المواقف اسميه، واقف مع اخوياه كلهم، حاضر في كل الالتزام، تبي تذب علي ذب، تبي تضحك معي يضحك، تبي تطش علي ما طش، يعني امس 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 الشباب يعني تجلوا، بينت انه الشخص هذا احنا نقبله ولا ما نقبله، امس هباس كانه يقول للعالم شوف اخوياي كلهم حزام سعد كلهم قابليني وانا قابلهم، فامس كان شيء مميز. طبعا النقاط اللي اسحبها من التاج مثل ما تعرفون، التاج الان فيه اشكاليه، يعلق وزع هجل يعلق، لذلك نأجلها لبكرة، أنا ما راح أختار نهائيا أي اسم، كلها سحب في التاج، لذلك بكرة نأجل سحب اليوم إلى بكرة لأن التاج معلق فما أقدر أسحب. ختاما الوقف، احنا دائما نذكر بالوقف ونقول بس الله عز وجل أن يجعلنا من المشاركين في هذا الوقف، ويجعلنا من ال الفارحين إن شاء الله في نهاية البرنامج باكتماله، لأن نحرص دائما على أعمال الخير بأن نفرح جميعا في اكتمالها، وحنا ندري هذا التبرع وين بيروح، مثل ما هو معروض أمامكم على الشاشة، جمعية وقف الرحماء في جمعية عروة، اعمل لدنياك، اعمل في دنياك لآخرتك،
احنا في الدنيا هذه مرور كله، ما حد راح يبقى في الدنيا هذه، لكن ما راح يبقى الا عملك الصالح اللي يكون شفيع لك يوم القيامه. فاسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. لا تنسون مرضاكم، لا تنسون موتاكم، وانتم احرص في عمل الخير، وصلى الله عز وجل يتقبل منكم. ابو عبد الله كلمه على الوقف. يعطيك العافيه بداح. يعني ما نقدر بالذات اليوم، حمك الله حمك الله، بالذات اليوم يعني ما نقدر نضيف لكم اكثر من حضور الشيخ محمد الصبحي، الله يعطيه العافيه ويطول بعمره وينفع به. اليوم كان ضيفنا في فقره عطاء الشيخ محمد الصبحي، والشيخ زاهد وبسيط، متحدث وصاحب اثر وصاحب رساله. فاليوم تكلم الشيخ محمد، يعني لامس القلب، لامس الشعور، لامس الوجدان، تكلم لكم بصدق وامانه ونصح. ترى يا جماعه لما نجي نوجه وننصح ونذكر، نبي لكم الخير ونبي لانفسنا الخير، نبي نترك اثر في هالحياه. وقف الرحماء العائد لجمعيه عروه، هذا الوقف المحوكم مراقب من الدوله، وقف مرخص ب 300 ريال توقف سهم، تقدر تشرك فيه كل من احببت. كل يا اخي يا اخي انت الان اللي نحبهم ما اننا ناسينهم. نجي للمهم يا اخي، انا خل بيني وبين انسان ضغينه يا اخي، بحط ابشرك معي في هالسهم، فهمت علي؟ اقضي الله يشيل اللي بيني وبينه يا اخي. انا ابى اشرك، انا اقول لكم شيء، انا بعت سهم الان، فهمت علي؟ مني، شوف انت تحسبوني مشخصنها مع حقين السوشيال ميديا، لا والله مني الان للسوشيال ميديا والجمهور اللي يتابعني الان والمتسابقين، مني انا لهم سهم في هالوقف هذا ب 300 ريال. لا تبخلون على انفسكم، اذكروا اذكروا يا اخي اللي بينك وبينه عداوه، يمكن الله يذهبها فيها 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 الصدقه اللي انت تقدمها. والصدقه تدفع عنك بلاء وتطيل في عمرك، تبسط في رزقك، وتصلح لك ذريتك، وتصلح لك ابنائك. يا اخي ممكن انك تقدم في هالسهم هذا على نيه الصلاح. ترى الاولاد، الاولاد رزق، والبنات رزق، والزوجه رزق، والاهل رزق، والاصدقاء رزق، والعلاقات رزق. يا اخي ابحثوا في ارزاقكم من باب الصدقه، قدم فيها الصدقات عشان الله يبارك لك في أرزاق. ترى صلاح الأبناء رزق، طول العمر رزق، صلاح الأقارب رزق. يا أخي يا كم واحد عنده بينه وبين أقاربه حرب مشاكل، ويا كم واحد بينه وبين أقاربه بساطة فأمور طيبة تلقاها من الصدقات. فاغنموا هذا الوقف وقيمت عليكم الحجة. الآن هالوقف هذا محوكم ومعروف وبسهم ب 300 ريال، واليوم نزلتنا الرواتب، فلا تبخلوا على أنفسكم. سأل الله لكم أن ينجينا من النار ومستمعين لنا والحاضرين. ختاما، أسوأ ما يمر عليك أنت كإنسان هو تشويه سمعتك، وخصوصا إذا كان من شخص لا تتوقع بأن يحصل منه هذا الشيء. المحبة شيء عادي، والعداوة شيء عادي، والقلوب لها نظر وإحساس مثل المنبه. حب من ودك تحب، وعاد من ودك تعادي، بس عيب انك تشوه سمعة اللي ما تحبه. نراكم على خير.